تارا إذا بتريدي سامحيني، أنا ما كان قصدي أقول اسمها بالمرة. خلصنا بقى، إذا بتريدي لا تتركي البيت. أنت لازم تضلي بالبيت كرمال يهتموا فيكي وبالولد كتير منيح لو سمحتي. فيك تقلي أنت شو بتعرف عن الاهتمام دي؟ عن جد شي بيزعل. العالم اللي مثلك ما بيشوفوا جرح الشخص اللي قدامهم أبداً. أنا اللي بعرف شو إحساسه اللي بينجرح.